لابته لابته وقفة شوميلة 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 ناموس خنجر القعدان ولكن بشري القادم السليماني السليماني خوف السليماني مع اللحظات الأخيرة ولكن الله التحديات نتابع خوف 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 سلام 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 بالعظيم سلام سلام على هذا الانتصار تهانينا والناموس سلام يا بالعظيم واسعد الله مساك على هذا الفوز يهدي بالعظيم أيضا هذا الفوز والانتصار مظفر بن محمد بن سعيد بالعضيلي من قدم لنا خوف في خنجر القعدان الحقائق الانتاج هنا ايضا بالعضيلي يستلم هذا الخنجر الغالي والتتويج ايضا واخذ هذه الصور التذكارية مع احمد بن محمد بالعضيلي العامري الف مبروك تألق شعاركم في هذا المهرجان وكذلك فوز خوف برمز هذا المهرجان واللفتة ايضا الطيبة من قبل اللجنة لكم ولأحد الفائزين أيضا في سن الجذاع وهو تكريمكم في هذا المهرجان عن المهرجان الماضي الله يحق لك خير من الله وإحنا نشكر صراحة اللجنة المنظمة على هذه المبادرة الطيبة واللي تحفظ حقوق المشاركين وهذا ما هو بغريب عليهم إحنا متعودين منهم على النظام والقوانين اللي تخدم أهل الهجن سواء طال عمرك في الأمور الفنية أو في الأمور الطبية أو في الميدان أو في كل النواحي الله يبارك في خوف ماخذ رمزين في هذا الموسم في ميدان التحدي نعم والله يبارك الهله فيه إن شاء الله تشوف الحول بشعار هجن الشحانية الله يوفقهم إن شاء الله ونشوفهم من أقوى القعدان ويقولون بعدين في التحليل أنت كأحد المحللين إن هذا من إنتاج ذاك الرجال يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المطيه اذا انتقلت وفازت عند المؤسسه اكيد يفرح اكيد هذا ما في شك اي نعم من انتاج من الام والاب نعم وبشكل يقعد هذا صعب في المستقبل راي الجمهور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايش اللي عندك بما انك فاجاتنا في هذا الموسم بخوف ايش اللي قاعد تحضره طبعا اخوانك المشاركين والمنافسين والله اللي عندي بتشوفونه في الوثبه هل هذا تحفظ يعني لا مش تحفظ بس اللي عندنا ما عاد باقي الا مهرجان اختامي الوثبه زين مهرجان واحد وان شاء الله ان الله يم الحلال ونطلع طلوع طيب وننافس على الرموز ولا نحصد لنا شيء من الرموز نتمنى لك التوفيق الله يوفقك وهذا الفوز مشكورين نعم. على ضيافه ومشكورين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والعلوم الغانمة اللي نحيدها منكم وعلى العادة وزيادة الله يطول عمرك هذا واجبنا وانتم تستاهلون أحمد شو تقول بهذا الناموس لمن تهدي هذا الفوز والناموس الكبير وانتزاع رمزين إلا لكانك ماخذ رمزين لمن تهدي هذا الناموس والله هديه هذا طال عمرك للوالد محمد بن سعيد بالعضيلي اللي داعم العزبة بالإنتاج ومؤسس العزبة هذه وإحنا لقينا كل شيء جاهز ومشينا على دربه ونشكر معزبنا اللي نازلين عنده محمد بن مسفر بن عجب ونشكر كافة الإخوان صراحة ما لمسناه منهم من حفاوة ومن كرم ومن طيب ما هو مستغرب عليهم بيض الله وجهك وفالك التوفيق والناموس يا أحمد وشكرا جزيلا لك موفق وياك الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين انت ضمن ان الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها والتهاب